حساسية الجيوب الأنفية، هل الإنسان بيتولد بيها ولا هو بيصاب بيها مثلا لما يتعرض لظروف معينة أو لأعراض معينة؟ ده بينقلنا ان الحساسية موجودة. بمعنى ايه؟ الحساسية هي فيها عامل وراثي، يعني 99% من الحساسية سواء الأنفية أو الصدرية فيها عامل وراثي، ما بتجيش كده مرة واحدة. ده مش مرض فيروسي مثلا حضرتك بيجيلك دور برد، مصاب بيك. لا، الحساسية دي موجودة، جينات عائلية متواجدة، ساعات تبقى في الأب، ساعات تبقى في الأم، وساعات تبقى في مثلا الأعمام أو الجدود أو كده. ساعات بتيجي بصورة مختلفة، يعني مثلا الأب يبقى عنده حساسية في الصدر، ابنه يورث حساسية في الأنف، والابن مثلا يورث ابنه حساسية مثلا في الجلد، يعني هي متوارثة هل الوراثة دي أكيدة ولا 100%. يعني اللي عنده حساسية صدر لازم يورث، يا حساسية أنف يا حساسية صدر، بالظبط بالظبط، وبالتالي الأحفاد الأجيال اللي بعد كده؟ بالظبط كده. حضرتك بتقولي هل هو مولود بيها؟ هو مولود بيها بس ساعات ما بتظهرش، يعني ساعات مثلا يجي واحد عنده مثلا 20 سنة يقولي أنا طول عمري لا فارق مع اللي عندي حساسية من برفان ولا من مثلا بس منظفات، ولا فجأة بقت كده. اول ما دخل عليا الربيع ده، طب ما انا عندي عليا 20 ربيع قبل كده ما كانش عندي المشكله، بس هي ظهرت ان السنه دي تعبان جدا جدا، وانا مش عارف حتى الاعراض اللي بتجيني ما بتخفش. هو متخيل ان هو دور برد لانه مش عارف انه عنده حساسيه صدر، حساسيه انف. فهو بالتالي لما بنيجي نساله وناخد منه تاريخ مرضي نقول له طب والدك، يقول لك والدي كان عنده حساسيه صدر بس ده انا بقالي 20 سنه كويس. انت بقالك 20 سنه كويس بس هي ظهرت، هي جين متواجد، امتى ينشط؟ في اي سن او اي مرحله سنيه ملوش